مشاهدينا بدي احييكم دايما مع الحل عنا عبر الام تي في. وبالبدايه دايما بنبلش بالمعلومه. بمعلومتنا لليوم بدي اذكر دايما برقم حمايه المستهلك 1739، لانه في كثير ناس عم تتواصل معنا وعم تسال بعد عن هذا الرقم، فيكم تتواصلوا معهم على 24 على 24. ونحن هالاسبوع رح يكون عندنا لقاء مع المديره العامه للاقتصاد والتجاره الست عليا عباس. بس هيدا الرقم دايما يعني اي شيء عندكم اياه فيكم تتواصلوا معهم حتى يتحرك، ان كان من ناحيه الاسعار او النوعيه، لانه بعرف هلا البلبل اللي صايره موضوع الاسعار، موضوع الدولار، موضوع الليره اللبنانيه، ولكن الاكثر اليوم هو قضيه المدفوعات. بكل الاحوال دايما هذا الرقم المفروض يكون عندكم 1793. من المسؤول؟ دائما لما بتشتد الأزمات المعيشية والاقتصادية، خصوصا بكون على أبواب استحقاقات، من استحقاقات المدارس، هلا استحقاقات كمان الناس اللي منا دافعة في تخفيض بدها تحاول إنها قدر الإمكان تستفيد من التخفيضات على الرسوم، دائما الاتحاد العمالي العام له دور. ولكن كلنا بنعرف من عدة سنوات اتحاد العمال العام مع الهيئات الاقتصادية مع الدولة هن ثلاث أقانيم بشكله، طبعا هن رافعة وعمود فقري للاقتصاد اللبناني وللعامل اللبناني. بكرة رح يشهد الاتحاد العمالي العام اجتماع مع الهيئات الاقتصادية، رح يزورون وعلى رأسهم رئيس الهيئات معالي وزير الاتصالات محمد شعير. رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه، يعطيك العافية. يعطيك العافية. يعني اليوم جلسة نيابية مشتركة والخارج تحرك نقابي، أجرات، هيئات، ولكن بكرة شو أهمية هذا اللقاء اللي بيجمع طرفين أساسيين باقتصادنا اللبناني؟ أول شيء ست ريباكا، أنا بحييكي وبحيي المشاهدين، مشاهدين الام تي في. كما تفضلتي في مقدمة البرنامج، احنا من وقت لاخر وعلى المحطات وعلى المواقف المصرية نلتقي دائما، يعني نحن المتضررين من السياسات والمتوجسين والقلقين على وضع الان، يعني يحكى عنه كثيرا. وطبعا الهيئات مرحب فيها كل وقت، الهيئات والغرف والصناعيين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، هم كانوا طبعا الاتحاد العمال العام كانوا مستثنيين من الجلسه الاقتصاديه اللي صارت بالقصر الجمهوري ونحن طبعا نرحب باي جلسه على هذا المستوى لحتى تناقش اوضاع البلد. بس كمان ما بيصير انه هم الموجودين بكل مواقع السلطه التقوا، بس كمان في ناس بدها تتبع عليهم هالاجراءات اللي انعملت، فيفترض يكونوا موجودين ويسمع رايهم، لانه اليوم في معامل عم تسكر، في عمال عمالي تتشرد، في ناس عندها مطالب، عندها قضايا، اذا بدنا نزيد رسوم وضرائب على مين بدنا ننفذ، او بدنا نزيد الدفئه، او بدنا نعلي الكهرباء، يعني في قطاعات تتاثر بشكل حاد وكبير بهذا الموضوع. انا بعتقد الوزير شعير مرحب فيه هو والهيئات والصناعيين في الاتحاد. نحن التقينا مرارا وتكرارا كما تفضلتي، وعملنا لقاءات بالعديد من المفاصل اللي مرق فيها البلد. بدنا نعمل عبكره رح يكون هالزيارات الكريمه، وبدنا نعمل قراءه اولى لما يمكن ان نفعله سويا في حال كان في المزيد من الضرائب والرسوم على القطاعات الانتاجيه، لانه نحن اطراف انتاج مكملين بعضنا البعض 100%. يعني احنا بنتمنى انه يصدر شيء ايجابي دائما يصب في مصلحه البلد، اولا مصلحه العمال، وكلنا بنعرف انه الغرف اليوم هي كل مهماتها انها تنعش الاقتصاد. لما بينتعش اكيد العامل تلقائيا بينتعش، فان شاء الله يعني بكره بيكونوا موفقين، ونحن رح نتابعكم اكيد بهذا اللقاء في الاتحاد العمالي العام مع رئيس واعضاء الهيئات الاقتصاديه في لبنان. شكرا لك رئيس اتحاد العمال العام حسن فقيه بالإنابة.
اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-4444 باخذ اول اتصال لليوم. الو. الو. اهلا. يعطيك العافيه. اهلين. معك وديع سركيس. اهلا استاذ سركيس. اذا ممكن نحن بعين كتر زبط. ايه. عندنا طريق بربطنا من عين كتر زبط لزحله بالمدينه الصناعيه. نعم. بقى بيشتغلوا بعد وقت اشغال، بيمدوا كهرباء، بيمدوا مجرير، بيمدوا بنى تحتيه على جنب الطريق على الميلتين. في 700 زوار بيسببوا حوادث كتير، وما حدا بيطلوا لحدا بيفكر بالمنطقه نهائيا. بعد الاشغال ماشي هلا او خلصت؟ لا، الاشغال واقفه من سنه الماضي لهلا، وبلحد هلا زفتوا زوار رجعت وراهم. اوكي. بقى اذا ممكن يعني عم بتسبب حوادث للناس. اكيد 100% ونحن بغنى عنا يعني. اذا سمحتي لانه مدوا خط على الميلتين وبيك في طريق ضيق. اوكي، خلينا نشوف بكره من نشوف شو الموضوع وليش وقفوا. اهلا وسهلا فيك. اذا سمحتي يعني بس انه بلديه زحلي هي تشد عليهم لانه هي البلديه بتعرف مين كان بالتزمين. اكيد 100%. طيب يعني هي اللي بدها تراقب بالنتيجه كل الاشغال اللي عم بتصير بنطاقه. اهلا فيك. كمان اتصال. ربيكا مرحبا. اهلا مدام ربيكا، بدي اسالك، عم جرب اتصل بالنافعه. ايه. انا عندي دفتر عربيه قديم. ايه. يعني سالتيني مرت الماضي بس ما عرفت الجوي. كنت سكرتي؟ لا مش بالضروره، اذا انتهت مدته ايه يعني اجمالا على عمر الخمس. دفتر السواقه، دفتر العربيه، دفتر العربيه اذا صالح مش ضروري تغيري. مش ضروري. نو. طيب انا ممنونتك. اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو. تفضل. بدي اسال مدام ربك عن قانون الاجار، اذا ماشي او بعده واقف. يا عمي هذا قانون الاجار نافذ مش واقف، بس هيئه المستاجرين مش معترفه فيه. يعني هي هلا اليوم عم بتحرك الموضوع، واليوم مع تصميم كمان بساحه رياض الصلح، لانه طالبين تعديلات على القانون، ولكن حاليا القانون نافذ. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في وبياخد اتصال جديد. الو. الو. اهلا. تفضل. اهلين. الو. عم بسمعك، تفضل. ستنا نحن من جمال الجمال. نعم. هذا البان سكر وجماعه اعطونا شكات نروح نحضر. رحنا على مصرف لبنان، قبضنا لبناني، جينا نحطهم بالبنك. على من وين جايبينهم؟ هون يا اخي جايبينهم من مصرف، من جد بنك جمال، وهذا على مصرف لبنان وقبضين من مصرف لبنان. رفضوا يحطوا الكاش بالبنوك. عندنا شركه تعهدات وعندنا موظفين وعندنا عالم يعني بدها تقبض وحسابات وشيكات. رح نفتح حساب ببنك ثاني، ما حدا عم يقبل يفتح بنك حساب لانه كنا موجودين ببنك الجمال. فتخيل شو نحن عدنان جايبين مصير. اكيد بعدين بعدين مش حوالات من مصرف لبنان؟ نعم. مش حوالات من مصرف لبنان؟ بلا، نحن قبضنا الشيكات مصرفيه من مصرف لبنان. مصرف لبنان يعني عم بيشوفوا مصرف لبنان يعني انه مغطاي اذا بدك. رفضوا ياخذوهم بالبنوكي، عم ما بيفتحوا لنا حساب. يعني شو بتعرف تحطوهم بالبيت هيك؟ كيف مش شو الحاله هيك؟ ما هيدي ما هيدي، لانه شو ذنبنا؟ شو ذنبكم؟ بس لانه فاتحين ببنك الجمال. مظبوط. كل الزملاء يعني شركات بيروحوا بدنا نفتحوا ببنك ثاني او بدنا نحط شيك الدولار، شيك الدولار ما بيقبضنا اياه مصرف لبنان، فنحن بنضطر بدنا نحطه ببنك، ما في بنك بيقبل ياخذه، بدنا نشوف تراجع. يعني هذه مش مفروض مصرف لبنان يعمم على المصارف هذا الموضوع؟ او جمعيه المصارف تاخذ قرار بالتنسيق مع مصرف لبنان؟ طبعا جمعيه المصارف تعمم على البنوك 100%. توجهتوا شيء؟ توجهتوا شيء للجمعيه؟ يعني حدا تواصل معهم لجمعيه المصارف او شيء؟ ما حدا تواصل معهم يعني مثل البائعين. يعني كل بنك على هلا يعني افترضي انه بكره صار مع بنك ثاني، كل البنوك قال شالوا ايدهم انه خلص ما نتعامل مع جمال. شو هالحكي؟ يعني شوفوا هالمودع مين هو؟ 100% بالمية. يعني شو هالعيب اللي عم يحكوا فيه؟ شو هالعيب؟ شو هالمنطق اللي عم يحكوا فيها البنوك؟ 100%. على اساس انه خلص الناس، نحن هذا صار ارهابي وما بقى
كل المودعين اللي فيه صاروا إرهابية، ما فينا دخلنا حساباته. نحن من كل حوالاتنا من الدولة المالية، يعني شركة تعويضات جايين من وزارة المالية كلهم. أكيد. ليك إذا بدك بكرة نحن بنتواصل مع جميع المصارف لنشوف شو الحل، يعني لأنه مش معقول مش مودع واثنين، يعني لا الكل المودعين كل يعني المودعين بدهم. إيه أكيد. على كل حال وأنتوا كمان يعني إذا فيكم تتواصلوا معهم كمان شغلة مهمة، يعني لأنه بالنتيجة أكيد الواحد ما في يحط مبالغ مالية ببيوته ويصرف، يعني هذا الشيء مش طبيعي، يعني ما هيدي منا طبيعية القصة. أنا شغل أكيد، يعني أنا شكات، أنا كل شيء، أنا تعامل مع الناس، عم بدل الشكات. وعلى كل حال هو من وقت ما صارت القصة قبل التصفية كان مصرف لبنان عم بيطمن المودعين إنه حقوقهم رح ياخدوها والمودعين محفوظين، يعني الواحد بيقول. بكل حالات خلينا نشوف بكره جمعيه المصارف اذا رح يصدر شيء عنا بهذا الموضوع. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو بونجور. بونجور. تفضل. اهلا. معك محمد حديثة من برشا الكوره، من اساسيين ببرشا الكوره. عندنا طريق تقريبا طوله 700 متر. زفتوا اول الطريق تحديد 300 متر، اخر الطريق تحديد 200 متر. قبل الوسط تبع الطريق اللي هو بيقع عليه 50 شريحة تكلمية، فعليا أكثر من 680 شقة تكلمية. هيدي الطريق يعني صدقيني الدواب ما بيقدروا يمشوا عليها. لو عندكم وقفات هلا على التليفون لودي لك الصور قد ما فيها جوار. وين أي مطرح ما تزفت، يعني أي باتجاه وين؟ نص الطريق هي معروفة بطلعة مشروع سلهب. طلعة مشروع سلهب؟ صح، في برشا طلعت مشروع سلهب. تواصلنا مع المحافظه، مع الاستاذ لبنان الكردي، تواصلنا مع الاستاذ رمزي نهره، بعثني له وزير الاشغال على تليفونه الصور، بعثني له على التليفون لوزير الاشغال الصور، بعثني له مناشده لرئيس الجمهوريه، لرئيس الحكومه، لكل الناس، ما حدا عم بيرد علينا. قالوا لكم ما انا عم تقدر تطلع توصل اولادنا على البيوت، وهلا جاي الشتويه، بكره بالشتويه بتصير برك مي بتكسر سياراتنا والناس ما بتقدر تقطع عليها للطريق. لقلك شغلة، وضع كارثي عن جد، نحن ما عايشين ببلد. لخبرك شغلة، إذا هيدي الطريق بتوصل فقط على هالمجمع السكني، بعتقد المجمع لا طريق عمومي، هي طريق عامي، لأنه إجمالا طرقات اللي عم بتوصل على مطارح سكنية عم بيقولون للأهالي أنتم عملوا على حسابكم، بس إذا هيدي طريق عمومي لا، مفروض على الدولة، يا البلدية يا الوزارة. خليني بكره اشوف مع سعادة المحافظ شو قضيتها ومع الوزارة وبجاوبكم. اهلا وسهلا فيك. رح ندخل قبل ما فوت على تواصل، بدي اقول بالنسبة لطريق الخنشارة الزغرين، الكل كانوا متمنيين تتبلش تسفيت الطريق من الزغرين للخنشارة، لانه الزغرين كلنا بنعرف بعد الاشغال اللي صارت على الصرف الصحي ويلي لها اكثر من 3 سنوات ويلي بالفعل كل الناس عم تقطع تتكسر سياراتها، هلا تجرشت الطريق كلها على امل تتزفت فلش. اللي صار انه بلشوا من مفرق الخنشاره لا يعني بعد ما وصلوا على الجوار وقفت، وبعد في مرحلتين، في من الجوار على الزغرين او شرين اذا بدي اسميها، وفي المرحله الثانيه بولونيا. اللي عرفته من وزاره الاشغال اليوم انه ما توقفت، عم يحضروا اول مرحله، ثاني مرحله والثالثه حتى تتزفت كلها. حبيت طمن من هالناحية بس ما بقدر أعرف أي متى. وشغلة تانية كمان لكل يلي اشتغلوا بجرف الثلوج وبعد ما قبضوا يعني رواتبهم عن السنة الماضية، نحن عم بلشوا يحضروا السنة والشتوية على البواب، وبعد ما قبضوا السنة الماضية وزارة الأشغال محضرة كل الملفات وأرسلتها للمالية، يعني ما بدأ إلا صرف بانتظار مجلس الوزراء يبتها حتى يقبضوا معاشاتهم يلي اشتغلوا بجرف الثلوج السنة الماضية. وبذكر كانت سنة كتير قاسية وبقت تلجة 21 نيسان، يعني مد منيح. بكل حالات طبعا لهذا المال ما بيروح محل، بس إنه سنة مش قابضين كمان هيدي شغلة. تواصل. بتواصل كاتيا خيرالله بتقول حتى بطريقة التقنين في عذاب للمواطن، شو معنى يقطعوا الكهرباء الساعة 9:15 ويجيبوها الساعة 10 تنعلق بالأسانسور؟ فينا نعرف مين عم بيقرر أي ساعة التقنين بالمنصورية تحديداً؟
الأستاذ ألفريد بريدي بيقول مساء الأحد، كنت جاي من أوروبا لما غطت الطيارة بمطار رفيق الحريري الدولي، وبينما كانوا عم يتوجهوا لأبواب الدخول فحت رائحة كريهة جدا داخلها. أقفل الركاب أنوفهم بأيديهم، وكان في داخل الطائرة أجانب كتير، سواح ورجال أعمال. نظرت إليهم واستحيت خجلا، فهؤلاء ضيوف في بلدي وأنا أستضيفهم برائحة الزبالة. أرجو منكم المعذرة، هذا ما وصل إليه بلدنا. أيها المسؤولون اشفقوا على هالبلد، أرجوكم اشفقوا على هذا البلد الحبيب، لا أحل. يعني الحقيقة شيء مخجل جدا، كتير مخجل. بكل الحالات إن شاء الله يكون في حل، ولأنه مش شايفة في حلول قريبة، لأنه وزير البيئة استمهل بعض البلديات منهم الجديدة برج حمود شهرين. برج حمود أقفلت، الجديدة صار أكثر من شهرين ما بقدرين يحملوا، بعتقد كمان رح ياخدوا قرار يسكروا، وبالمقابل ما في ولا أي حل بالمدى القريب. يعني إحنا فايتين على مشكلة ما بعرف كيف نطلع منها. كمل أخذ اتصالاتكم على 04-444-444. ألو؟ 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 أهلا مسيو، تفضل. معك يحيى من الشمال. أهلا أستاذ يحيى، تفضل. شو القصة اليوم صرف الدولار 1600؟ اليوم وصل 1600 دولار؟ إيه بالشمال. بالشمال اللي عند السيارة؟ نعم، البنك ما حدا عم يعطي حدا ولا عم يعطي ليرة. البنك عاي حاكم مصرف كان طلع قال إنه الليرة بخير وكل شيء بخير. مشكلة مع أنه مبارح يعني حاكم مصرف نين طمأن اللبنانيين أنه ما في أي مشكلة، ولكن الواقع شيء آخر. هلأ أكيد صيارفي مش مفروض هني يتخطوا السعر الرسمي صراحة. بس 1600 1600 يعني هيدي برسم المعنيين بهذا البلد، ما في حدا منهم، كله الصيارفي كلها عم تبيع على كيفة، وهيدا شيء يعني هون على القضاء المالي، يعني مدعي العام المالي المفروض يتحرك بهذا الموضوع، مثل ما تحرك بالبقاع واوقف احد الصرافين يلي تخطى السعر الرسمي. نحن على كل حال بشكرك انك عم تلفت نظر، وان شاء الله يتلقف حدا هذا الخبر ويتخذ اجراءات. يعني كمان اتصال. الو الو، صورة اليوم مش سوا. للأسف هيدي صورة ببيروت، مسن عم بينام بالشارع، بيرفض الكلام مع حدا، وضعه دايما كتير سيء، ولما واحد بيحكي معه بتخنقه دموع، يعني بلش يبكي وما بيقدر يحكي أبدا. هيدي صورة غير حضرية، غير إنسانية، غير لا تليق بشعب لبنان. يعني أنا شفتها على الفيسبوك، بعتلنا إياها، ياريت بعرف وين ببيروت لعرفته أنه ببيروت نايم بالشارع. إذا حدا مر من حده يحاول الاتصال أو بالميسيون دو في أو بالصليب الأحمر أو بالدرك، حتى يهتموا بهالمواطن يلي من المعيب جدا يكون ليل مع نهار بالشارع. بعطيكم موعد بكرة مع الحال عنا MTV. إلى اللقاء.